تحت رعاية وزير التجارة وترقية الصادرات، وبإشراف من والي ولاية باتنا، وبالتنسيق مع الوالي المنتدب لولاية بريك المنتدبة، نظمت مديرية التجارة بولاية باتنا بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية بريك المنتدبة والسلطات المحلية افتتاح السوق الجواري الخاص بشهر رمضان المبارك لسنة 2024. شكر موصول لقناة أنيس اللي باتنا الدعوة وجات تغطي هذا الحدث، ألا وهو افتتاح السوق الجواري المنظم من طرف تحت وصاية وزارة التجارة وإشراف السيد ولي ولاية باتنا، وبالتنسيق مع الوالي ولي ولاية بريكة المنتدب لولاية بريكة، وتنظم مديرية التجارة بالتنسيق مع الهيئات والسلطات المحلية. هذا السوق الجواري كما تشاهدون، الذي حظي بمواد غذائية الواسعة الاستهلاك بوفرة بكميات كبيرة وبأسعار مدروسة ومعقولة، حيث تمت مشاركة جميع تجار الجملة المتواجدين بمدينة باريكة، وكانوا تفاعلوا معنا وتم دراسة الأسعار، وكما تشاهدون الأسعار مدروسة. احنا بعد طلب اللي طلبوه من مديرية التجارة لمدينة بريكة جينا لبينا الطلب ودخلنا السوق، ودخلنا السوق هذا نحن كتجار دخلنا بهدف فريد، ما دخلناش بهدف الفايدة، دخلنا بهدف نبينوا للزبائن ولا نبينوا للناس باللي راه التاجر البريكي باللي راه عنده ضمير وباللي ما يهموش الا الفائده. والمثال في ذلك راه في السوق باللي جميع المواد اللي رانا نبيعوا فيها ماناش نبيعوا فيها على اساس بنديو الفائده نتاعنا. جينا باه نلبيو رغبه المواطن البسيط ونكون ان شاء الله بالخدمه تاعو، ويستطيع ان شاء الله يعقب الشهر الفضيل تاعو، شهر الكريم، شهر رمضان المبارك، يلقى اسعار متوفره والسلع متوفره. والحمد لله لاسعاركم درتو وشفتو، يعني اسعار تاع جمله هنا رانا، وما جيتش نزيدو نعاودو، ما جيناش باه نمثلو الفايده. انا جبنا لكم خاوتي بريات، يعني تقدر تقولوا بسمه الجمله المواطن البسيط، مواطن الزوالي تاع باريكه. مرحبا بكم خاوتي، وزيارتكم تسرنا وبارك الله فيك. لوحظ إقبال واسع من قبل المواطنين، أين تتوفر كل المواد بالأسعار الموصى بها من قبل وزارة التجارة، وذلك بغرض التسهيل والتوفير للمواطن البسيط لاستقبال الشهر الفضيل بأريحية تامة.